FM. الكلمة ليك. اللي ننظر له هو الحقيقة وظهر لي ظهر للعيان كيف نشوف حكومة أول ما نشوف هل لها رؤية، هل لها برنامج، وهل البرنامج ماشي باش يحل المشاكل الهيكلية اللي عانى منها الاقتصاد التونسي حتى بعد قبل الثورة. هالمشاكل هذه مش جديدة، مش جديدة بكامل صح، لكن تفاقمت. انت اليوم 7 سنين معناها في الثورة وتشوف المشاكل كيفاش أصبحت عصيرة وعصيرة جدا. تقييمي أنا إذا كان ما عندكش رؤية وما ثمش برنامج وثم التنفيذ خاصة من والمتابعة غير موجودة، ظهر لي التقييم واضح. لماذا هذا؟ أنا يظهر لي ثم نقص في المنهجية، نقص في الخبرات، وخاصة في اختيار السياسات ومنهجية وضع السياسات. هذا شيء كبير. هاو شوف مثلا، تشوف انت مثلا، يظهر لي كل حكومة جات بعد 2014 تعرف اللي المشاكل تاع التنمية الجهوية هي من الأولويات. فكي تحط البرنامج يكون البرنامج يعني متكامل، لكن لازم تكون الأولوية لها الجهات هذية. اليوم ويني السياسة والاستراتيجية فيما يخص التنمية الجهوية؟ بحكم الدستور معناتها يعلن عن التمييز الإيجابي، ويعني لكن التمييز الإيجابي كيف نعملوه؟ كابافان الكلمة ليك.